متابعينا اكيد بصباحنا ومتابعينا بانه نضوي على كل المنتجات الهاند ميد ان كانت من الطبيعه وان كانت لاغراض جماليه. خلينا ننتقل الى عالم الاكسسوار ونحكي اكثر عن صناعه الاكسسوار عن الهاند ميد ونتعرف يمكن مع بدايه فصل الشتاء شو هي اهم الالوان، شو هي اهم المنتجات اللي فينا نحن نستخدمها مع سمية مارديني. صباح الخير سمية. صباح الخير، كيفكم؟ تمام يا سعد، صباحي. صباحكم. لما نقول عالم الاكسسوار يعني عالم واسع، ودائما نحكي معك عن اهم انواع فينا نقول موضة الاكسسوار مع كل فينا نقول فصل اللي تغير. بالصيف تلاقينا معجوقين في اكسسوارات، في مساحة اكثر فيكي تستغلي الاكسسوارات واساور. بالشتاء الموضوع مختلف لانه لبس الشتاء بيحتم عليكي يمكن استخدام بعض الاكسسوارات القليلة اليوم. خلينا نحكي عن موضة الشتاء للاكسسوار، كيف فينا نستفيد من الاكسسوارات ونخلي هي القطعه بارزه؟ يعني بتلاقي احيانا العالم لابسه اكسسوار بالشتاء بس مش مبينه، مش طبعاً. واضحه، كيف فينا هيك نستغلها؟ تماما. هلا يعني انا بشوف بالعكس انه الشتاء عنده مجال للاكسسوار غير مجال الصيف. يعني هلا مجال الشتاء انه انت لابسه قبعه عاليه، فيكي تلبسي طوق ضخم، طوق واضح، اذا كانت كنسه ساده، جاكيت ولحفه وبردات ما كثير ببين. اوكي، بس انت اكيد حتفوتي مثلا تشلحي الجاكيت، بلوزتك كنزه ساده، تحطي لها طوق طويل، طوق قد الرقبه، يعني تعطي فيها حركه شوي. اذا انت رايحه لمكان عارفه حالك حتضلي لابسه جاكيت، فيكي خواتم، اساور، يعني هدول بيعطوا حركه. او هلا من جديد كمان منزلين البروشات كثير وكثير موضه هي السنه، حتى يعني انت تستعملي اكسسوار فوق الجاكيت، يعني لابسه جاكيت فيك تحطي عليه بروش صغير. هلا لما تحطي العقد على كنزه لابستيه بدك كمان تعرفي تختاري شو العقد اللي بدك تحطيه، طويل قصير، كيف بده يكون على الكنزه، ما تعجق الاكسسوار، ممكن يعجق القطعه، ممكن اطلالتك تكون مختلفه فيه ولا لا. طبعا هذا بيلعب دور طريقه اللبس اللي انت لابستيه. يعني هلا مثلا اذا انا لابسه شيء لطلعه لنهار عادي غير الشيء اللي هو لمناسبه، اذا لابسه شيء مثلا لروحه عاديه غير الشغله اللي بدي البسها بالايام العاديه، غير الشغله اللي بدي البسها بمناسبه. قطعه المناسبه يعني لا ايامها، وقطعت الشغله العاديه لها. هلا في عندي كثير قطع مثلا انا من يلي عندي ضخمه بتلاقيها هلا بالستاند الرمادي. عندك كثير اساور من هدول الاساور الضخمين الواضحين، يعني هي قطعه واحده مشان تبين. تماما، هي بدها تنلبس قطعه واحده حتى تبين، وغالبا بتكون مثلا انت رايحه اما سهره او مناسبه او زياره او صبحيه، يعني ما لها مشوار تبع انا رايحه على شغل او على جامعه او هيك شيء. بعكس الاطواء يلي عندك على الستاند الخشب، هلا هدول قطعه يوميه، يعني هن جايين قطع مثلا طوقين سوا، هي بتحرك القطعه، لابسه كنزه قبه عاليه حابه انا اعمل حركه فيها، فيني البس من هدول الاطواء. هن بيجوا اغلبهم طوقين مع بعض، كثير موضه هي السنه، اما طوقين او ثلاث اطواء حسب، يعني هيك كثير موضه هي السنه انه البس قطعه تماما اكثر من عقد مع بعضهم البعض. بحال اني انا رايحه مناسبه ومناسبتي مثلا انا لابسه شغله كثير سمبل وبسيطه وانا ما بدي كثير اعجق وعندي مناسبه، هلا مثل هذا الطقم هيك فيكي تلبسيه بطريقه تبع انه هو طقم مناسبه وبنفس الوقت انا ما خربت الشيء اللي لابسته، يعني هو عباره عن حلق وطوق وبس خلص، يعني ما عاد في داعي انا معه البس يمكن اسواره ناعمه يعني او خاتم ناعم وبس، يعني هي هي يعني بكتفي بهذا الشيء. طيب سمية، خلينا نحكي عن مشروعك. يعني انت من الاشخاص يلي بلشتي بمشروع صغير هو هاند ميد، حبيتي انت تنسقي الاكسسوارات وممكن اعاده تدوير بعض القطع يلي هي اصلا موجوده عندك ولقيتي رواج منها وصار عندك زباين. خلينا هيك نحكي عن هذا المشروع، خلينا نحكي عن سمية كيف بتحب تنسق تزبط، كيف بلشتي بشيء صغير وصرتي تعملي منتجات باعداد كبيره كثير، صرتي تشاركي ببازارات، صار عندك ايضا يمكن اونلاين بيع عبر صفحتك على الفيسبوك. خلينا نحكي عن هدول التفاصيل وعن هالمشروع وهيك كيف البدايه كانت. هلا انا اول شيء انا دارسه تصميم ازياء، يعني انا هذا الشيء اللي ساعدني
وانا بحب شغل الهاند ميد، يعني اي شيء له علاقه بالهاند ميد، مو بس اكسسوار، اكسسوار كروشيه، يعني اي شيء هاند ميد انا بحبه، بحب اشتغل فيه. بالاول كانت طاولتي بالبازارات عباره عن طاوله كثير صغيره، يعني كنت اشتغل شغلات كثير بسيطه، وبعدين بلشت اتطور حالي شوي شوي. يوتيوب كثير ساعدني، يعني انا بتذكر حالي اني انا تعلمت كثير قصص من عن طريق اليوتيوب، مو عن طريق لا دورات ولا اي شيء ثاني. يعني كنت اشتغل هيك، يعني بلش هيك يوتيوب، اتعلم قطعة اقعد اشتغلها اقعد اطبقها. شوي شوي كبرت طاولتي بالبازار، عملت صفحة فيسبوك، وهلا يعني صفحتي كلهم اللي بالبازارات بيعرفوها، هي من اسم طاولتي، يعني اسمها طوق واسوارة. عملت صفحة فيسبوك، صرت شارك بازارات اكثر، انتسبت للحرفيين، صرت اشتغل اكثر بايدي، يعني شغلات متطوره اكثر، يعني فيها حرفه اكثر. ولا لا وصلت لهون يعني، بس هذا الشيء بده وقت، بده ما تيأسي، لانه بيجيكي كثير بازارات ممكن انه تخليكي تحبطي مثلا احيانا، او معارض او اي شيء يعني، او اشخاص حتى. بدك ما تيأسي، بدك تكملي، بدك تطوري من حالك، وبدك كمان يعني تعتمدي انك انت تشوفي شيء برا، شيء يعني خارج نطاقنا نحن تماما، يعني تتفرجي اكثر، تتعرفي اكثر. طيب خلينا نحكي اليوم بعالم الاكسسوار، يعني صار في كثير صبايا ومشاريع، كثير من السيدات عم يتجهوا لهيدا المشروع، عم شوف لمسات لكل صبيه خاصه، ودائما بنضوي معك انه انت بمجال عملك في تطور، بتحاولي تواكبي اليوم اخر صيحات الموضه بمجال الاكسسوار. خلينا نحكي عن هي النقطه، قديش مهمه لحتى يكون في شغل مميز لكل صبيه، يعني مثل ما قلتي طاولتي بالبازار هي طاوله معينه معروف الشغل فيها، كيف فيكي تكوني دائما مميزه بهذا المجال وبنفس الوقت بالمناسبات؟ يعني احنا جايين هلا على اعياد الميلاد، فبتحسي حتى الاكسسوار بيرتبط بهي المناسبه، واكيد في مشاركات لبازارات عم تحضروا لها. تمام. هلا انا اول شيء شخص جريء، يعني انا ما بيأس ابدا، يعني عندي جرأة اني اروح شارك ببازار اول مره بيصير، اول مره بيعملوه، وما بعرف حالي حاشتغل او لا، يعني غيري لا ما عنده هي الجرأة، بخاف مثلا انه لا بركي ما اشتغلت، بركي اشتغلت بركي. وبعدين حتى خلال قطعي يعني بشتغل قطعة يعني ممكن انه ما لها درجة، بس انا حبيتها خلص، يعني حاسة انه هاي القطعة حتشتغل فعلا، يعني احيانا كتير بتزبط معي. بطلع كتير بشوف برا، يعني بشوف مثلا شغلات او ممكن اشوف مذيعة على شي قناة او مغنية او ممثلة او اي حدا لابسة شي حلو ساوي مثله. يعني هاي القصة كتير موجودة فيني، انا بحب هيك، يعني انا كشخص بحب اني اخذ القطعة الحلوة بغض النظر اذا كانت هي موضة او لا. هذا الفرق. طب قد ايه بتاخذوا بعين الاعتبار الاسعار اليوم؟ يعني كل صبية بتحب دائما فعليا تقتني الاكسسوارات ويكون ضمن يعني ستايلها اليومي، بس اليوم عم نشوف ارقام غريبة، يعني بنسمع بارقام مو معقولة الاكسسوار، يعني تضاهي الفضة اليوم لانه تصميم معين، تصميم مختلف. خلينا نحكي هاي النقطة، يعني الاسعار اليوم كيف بتراعوها، الربح كيف بيكون لاصحاب ذوي الدخل المحدود؟ لما نقول الشريحة الاكبر صارت اصحاب ذوي دخل محدود، يعني عم نحكي لكل الصبايا اللي بتحب فعليا يكون عندها اكسسوار بالبيت. تمام. هلا هذا الشيء اللي يلي اغلب الناس اللي بتجي لعندي على الطاوله بتقلي اياه، انه انت اسعارك غيرك، يعني عندك اسعار ممكن انا اوقف عندك اشتري، اما مثلا بروح عند حدا ثاني لا بلاقي اسعار خياليه. انت ما قلتي انا لحد الان عندي قطعه يعني طلعت شوي عن الالف، ساويتها 1500 بس لحتى توفي معي شوي، ولا انا اذا بتجي علي بنفسي بيعها 1000، يعني عرفت كيف؟ لحد الآن عندي هاي القطعة اللي موجودة عندي على الطاولة، إذا بتجي لعندي مثلاً بنت معاها 1000 ليرة إيه خدي قطعة، يعني ما بطلعها مشاري. بحاول إنه أقول لك جودة القطعة اللي هي 1000-1500 مو مثل جودة قطعة ال20 وال30 مثلاً، بس حلو يكون في بس حلوة يعني تلبس موجود على الطاولة. تمام. جميع الأسعار لأقدر أنا أقتني الأكسسوار. تمام. يعني أنا مو أجي أعمل طاولة ببازار وأخذ بس طبقة محددة. طب انا كنت مثلا رحت فتحت محل بقرنه فلانيه وخلص انا اكتفيت بشيء محدد، يعني انا ببازار بدي فوت لعندي كل الاشكال والالوان، ممكن يفوت لعندي حدا يعني دخله محدود وحدا كثير منيح.
تمام. فانا بدي جاري كل الـ يعني كل الاسعار وانا دائما عندي عروض يعني على طاولتي على حتى بالبازارات يعني امتى ما اجيتي عندي على البازار بيجوا بيسالوني شو القطعه اللي هلا عامله عليها عروض. تمام. فعندي دائما ستاند بالبازار، هذا ستاند العروض انا مسميته. حلو. تمام. نعم. هلا نحن عندنا بازار هلا النهار الخميس ان شاء الله حيكون ب بمطعم اسمه بوابة الشمس. البازار هو اسمه فكرة وفن. صفحتي على الفيسبوك تو سوارة قدامها رقم 2. اذا بفوتوا على صفحة الفيس بيعرفوا انا شو البازارات الجاية، شو عنا معارض للحرفيين حتى شو مشاركات يعني. نعم. سمية يعني بدنا نتشكرك كتير موفقة بمشروعك وبمشاركاتك بالبازارات وجود لك على كل شيء عم تقدميه وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا فيكم وكتير شكرا لاستضافتكم. موفقة عائلتي الثانية الأخبارية. نتمنى لك التوفيق أكيد. سمية مارديني مصممة أكسسوار، شكرا كتير إليك. شكرا لكم.